ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. بصراحة انا نفسي هموت على البسبوسة، تمام؟ وقلت النهاردة انا عندي بنتي فاعمل بسبوسة، فقلت ايه بسبوسة طبعا سهلة اعملها قصادكم كده في 5 دقايق، مقاديرها سهلة جدا. معايا نص كيلو سميد بسبوسة من عند العطار، وده من غير اي اضافات عليه، بيجي سادة كده. معايا كوباية ونص سكر بالمعيار ده، بمعيار الكوباية الزبدة دي، واضحة كده؟ تمام. اول حاجة والسميد كده ناشف، هنحط كوباية ونص سكر، تمام اهو، هنقلب. تمام يا جماعة، تمام. بعد كده ايه معايا؟ كوباية الزبدة دي، معايا كوباية لبن، كوباية لبن بنفس المعيار ده، دي بقى نص كوباية ايه شربات. عملتها ازاي؟ ربع كوباية مية ونص كوباية سكر ونص ليمونة، غليوا على النار لما حد بقى شربات تقيل كده. لو حضراتكم عندكم عسل ابيض حطوا 3 معالق، لو عندكم مثلا سكر بتاع ده عسل كلوكوز حطوا 3 معالق. انا لا عندي ده ولا ده، فعملت شويه الشربات دول اللي هم عباره عن ربع كوبايه ميه ونص كوبايه سكر ونص ليمونه، غلوا بقى شربات تخين. كل المكونات دي ادي اهو، نحط بسم الله الرحمن الرحيم الزبده دي اهو، دي الطاسه اللي انا كنت مسيحه فيها، فيها ايه ندع كده شويه. حط لي كوبايه الميه هنا حبيبتي عشان نعمل الشربات. كوبايه الميه اول حاجه، خدي عيري لي كوبايه سكر. قلت لي عيري لي كوبايه سكر الاول في دي، وبعدين حط كوبايه الميه في الطاسه. عادي مش هتاخد، هتاخد الشربات بتاعنا يا جماعه. ماما كوبايه سكر واحده؟ كوبايه سكر واحده عليها كوبايتين ميه، هتغلي اول ما تغلي هندفع عليها، بس يعني يعتبر ميه بسكر. شربات الكنافه قصدي البسبوسه بيبقى خفيف جدا، بيبقى ميه، يعتبر ميه بسكر وبيبقى دافي. تطلع البسبوسه من الفرن سخنه ويكون الشربات دافي. بس على فكره بحطها الشربات بيكون سخن تطلع كويسه بقى. يعني وجمال ثواني يا حبيبه قلبي، فروح حطيها على النار يا حبيبتي. يعني ايه مشكلتك انت؟ ماشي يا امي، محدش شايفك. ماشي، محدش شايفك. كده حطينا كوباية الزبدة، تمام؟ تمام. شايفين حضراتكم هو حطيتش الى ايدي ولا اي حاجة، يعني المعلقة كله دوبك قلبتها، ولا هبس ولا همس، هو كده. ادي كوبايه اللبن اهي، وادي نص كوبايه الايه الشربات، تمام كده. تمام. اعملي كمان معايا شاي؟ مش بطول برضه مين؟ لا ما تخلص. يعني انت بتساليني بتضحكي عليا يا بنت؟ انت انت غريبه. انا داخله اخد الشاي بتاعي في البلكون. بلكون ايه يا شيخه؟ اهو يا جماعه بصوا اهو، مش اي حاجه ولا اي حاجه، غنيه احنا هناكل ان شاء الله. ان شاء الله تطلع كويسه زي الفل وناكل. يا بنتي حاسبي بقى، حرام عليكي. بس خلاص بقى. ماما ايه؟ انت تعملش ايه لبن؟ لا. هعمل ايه؟ طب بصي ما تعمليش معاكي. طيب ايوه، استغفر الله العظيم. يعني مش ماما مش ماما اخبطيها على الرخام. هخبطها، حاضر اخبطها بطوبه. اخبطها على الرخام مش لما تتفرد يا حبيبه قلبي، هو اي حاجه يا جماعه كده وخلاص.
حبايب قلبي يو البتاع البتاع مش باينه كده. حطيناه اهو، هنحطها بقى في الفرن اللي هو سخن اهو، سيبها حوالي 25 دقيقه ونص ساعه بالكتير. واول حروفها ما تحمر كده من الداير هنطفي عليها البوتاجاز ونولع عليها الشوايه تاخد اللون الاحمر، ونشوف بعد كده هنعمل ايه. تمام. ايه يا حبايب قلبي؟ البسبوسه طلعت من الفرن. سيبها تشرب الشربات الجميل ده ثواني كده تشربه، ونوريها لكم بعد كده. ماشي يا حبايبي؟ سلم ايديك يا ام. سلم ايديك يا قش قش. ماما حطي كمان حته يا مامتي. انا اقطعها كده يا وفاء شيخ. خلاص، ايه رايك؟ حلوه؟ اه جميله حبيبتي. جميله قوي. انت دقتيها يا سجودي؟ انت دقتيها؟ لا بس جميله جدا. طعمها فظيعه. تحفه. اللهم بارك. ماشي حبيبتي، اقفلي بقى. اقفلي بقى. لو عجبكم بقى الفيديو لايك وشير وسبسكرايب ودعموا القناه وفعلوا الجرس. السلام عليكم. فعلوا الجرس. ماشي.